السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا الاسبوع حلقه سوف تكون اكيد مميزه، كونها تمس الواقع الاجتماعي، واقع المواطن بشكل مباشر، معاملته. ماكو انسان بلغ 18 عام اذا ما اصبحت عنده مركبه او دراجه ناريه إذا ما زار هذه الدائرة، دائرة خدمية بامتياز، مديرية المرور العامة. هذه المديرية طبعا دائما ما أكد عليها في برنامج بخدمتكم وأيضا قبل برنامج المعقد. هذه الدائرة متفرعة في كل أنحاء العراق، ودائما المعاملات تتغير، وهناك قرارات جديدة، تسهيل عمل مواطن كان في السابق شيء والآن شيء آخر. أكيد راح نتعرف على هذه الآلية والعمل وعملية الإنتاج وعملية حل مشاكل المواطن بشكل مباشر مع ضيفي هذا اليوم السيد اللواء طارق الربيعي، مدير عام أو مدير مرور العامة. نرحب أجمل ترحيب بسيادة اللواء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور حازم، تحية لك سيدي. الله يحفظك. وقناتكم الموقرة قناة الأيام. الله يسلمك. أنا سعيد بلقائي وجيتي هالي أول مرة بالقناة الموقرة. من شرف سيادة اللواء طبعا. وللأمانة الكثير من الإخوان الإعلاميين دائما ما يشار لك بالبنان بأنه أنت جدا متعاون مع الإخوان الإعلاميين، وهذه ميزة تحسب لرئيس مؤسسة ضخمة، دائرة خدمية مهمة في بلد العراق. والله دكتور الحمد لله وشكر، هذا فد شيء. سعيد جدا أنا بهذا اللقاء، وسعيد جدا بهذا الكلام والإطراء اللي تفضلت به جنابك مع الكل إن شاء الله. إن شاء الله. خير الناس من نفع الناس. أحسنتم سيادة اللواء. سيادة اللواء، سؤال دائما ما نطرحه، أكو قفزة للأمانة، قفزة نوعية بين ما كنت تراجع إلى إجازة السنوية، إجازة أو السنوية أو إجراء معاملة إن كانت قانونية بكافة تفاصيلها ما بين السابق والآن. الآن المعاملة بدأت تسري بشكل سريع جيد، يعني أكو يعني هذا آراء المواطنين. صورت سابقا في مديرية الأمور العامة في التاجيات، والناس أو في الكاظمية الناس تحدثت بشكل مباشر، قالوا فعلا أكو هناك إنجاز معاملات. كيف يعني حلتوا هاي المعادلة الصعبة وهذه العقد يعني؟ والله شوف دكتور، بدايه يعني اللي يمدح نفسه بما ليس فيها قول الرسول الاعظم فقد ذمها. جيت يعني حقيقه ب نهايه 2020 بدايه تسلم المنصب، كانت فوضى عارمه حقيقه، هذا المواطن يشهد مو انا اقولها، يعني عذرا لزملائي سبقوني، ولا اني كلما جاءت امه لعنت التي قبلها، هاي هم هذا الشيء مرفوض عندي من اساسه. بس حقيقة لقيت كم هائل من مشاكل، مشاكل كبيرة جدا، من ضمنها اللوحات ما موجودة، مواقع يعني تعبانة بصراحة، الخدمة للمواطن بطيئة جدا ومتذمرة، بها ابتزاز، بها كثير من الأمور الغير صحيحة. أملت للوهلة الأولى بأمر سيد وإشراف معالي وزير الداخلية المحترم، الرجل يعني وقف بصراحة بظهري، تقدمنا خطوات. جميل. اهمها توفير اللوحات، كانت سريعه جدا، كانت لوحات مستلمه ولكن جاثمه بها مشاكل. يعني مستلمتها زميلي اخويا القبلي لواء زهير، بس بها مشاكل قانونيه وضريبيه، سرعان ما عالجتها بايام قلائل جدا، وفريق عمل شكلت، حتى فريق العمل كان يذهب مع المستثمر لجلب هذه اللوحات. الحمد لله نجحنا، ويمكن قل ما اشوف سياره بدون لوحات او اشوفها كرتونيه بدون لوحات، ربما جديده صح دخلت، ممكن يتجول بها الصبح حتى يذهب للموقع بغيه تسجيلها، لكن سرع يعني انا اقول ما راح مدى تشوف انت جنابك، وانت اكيد مواطن صح ودكتور ما شاء الله، وتركز اعلامي ناجح جنابك الكريم، وتلاحظ يمكن ماكو سياره، لا توجد سياره مركبه بها لوحات كرتونيه، كان شيء معيب جدا. قضينا عليها،
عملت الحجز الالكتروني كان كم هائل جدا، ما يقارب ملايين من الناس. هذا 3 أشهر، هذا 4 أشهر، الإشارة مال السيستم النظام بطيئة جدا، بحيث أصبح الدوام صباحي مسائي لكل العراق من ذاك اليوم، من شهر كل المواقع من 17/19/2020 ولا حد هذا اليوم، صباحي مسائي يعني بشفتين، حتى لا يفهم خطأ أنه ألود على الموظفين، لا صباحي شفت ومسائي شفت بكامل الطاقم ماله، حسابات كشف، الحمد لله والشكر نجحنا. كثير من المعادلات اللي تعرف حضرتك آلاء بالملايين ذكرتها، كان جهد ليل مع النهار، كان هناك لوحات تسجيل بحيث المليون استنفذت عندي، واستنفذت ما قبل المليون كانت عندي يعني بالمئات لوحات، نفذت خلال يمكن ما يقارب 4 أشهر أو 3 أشهر. نفذت خلاص. وجبة جديدة جبت قبل أيام، يمكن قبل كم شهر بدنا نعمل. الحمد لله والشكر نجحنا بهذا. قاطعك سيادة العفو، خصوص اللوحات، يعني أثاث جوانا بالمواقع وجدنا كل لوحات بالآلاف متكدسة ما عم نستلمها، شو السبب يعني؟ ليش التكدس؟ هاي مشكلة كانت دكتور، حق المواطن، كان المواطن يروم الحصول. حضرتك تحول سيارة بالسابق يعطوك وصل بدون سنوية، أنا أذكر المواطن الكريم بدون سنوية وبدون لوحات، يقول لك بعد شهر تعال استلم السنوية، وبعد كم شهر 3 أشهر. تعرف هاي المركبة حضرتك دكتور يعني تسبيحة، تسبيحة طارق وطارق يبيعها لأحمد وأحمد، التيه أو الضيع معالم تثبيت اللوحات، وين يروح وين يجي وين يوصل، ربما الوصل يفقد. هاي الدوامة سببها إشارة المرور العامة. نعم، فتشوف اللوحات بدون لوحات ويظل المواطن بلوحات كرتونية معيبة. الحمد لله والشكر طيت وعزت من أول أيام، يمكن صار تلكع عندي فترة يمكن قبل شهرين 3 أشهر يوم أو يومين يستلم اللوحة مالته، إنما الآن منذ شهر لحد الآن اللوحة في ذات اليوم مع إجازة التسجيل هي سنوية. ما شاء الله جيد، هذا التقدم يعني المواطن يثبت ثبت اللوحة. نعم 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 يثبت، يأخذ سنوية ويأخذ إجازة، وإن شاء الله صارت مكان اليوم صارت ساعة أو ساعتين. ممتاز. لو تسألني تقول لي تراضي، أقول لك لا ما راضي. شو وقت ما كانت 15 دقيقة، أقول لك إيه نعم أنا نجحت. هو طموح حلو. لا لا بس بعد بعد دكتور بعد إنه أنا دا أتقدم إن شاء الله. أنا وجماعتي أنا بس نقول أنا ضباطي منتسبين موظفين مدنيين أبطال في مواقع التسجيل تعمل ليل مع النهار وجهد، أقسم لك بالله 13,000 معاملة يومياً. 13,000 معاملة باليوم؟ نعم باليوم معاملة وليس ختم، معاملة. 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 يعني شو كل المواقع يعني. كل مواقع العراق. 13 تنزل 500 تسعة 300 يعني المعدل 12,000 معاملة. بين إجازة، بين سنوية، بين بدل ضايع، بين إجازة تسجيل لأول مرة، تسجيل مركبة لأول مرة، تسجيل دراجة لأول مرة، تحويل ملكية، كل هالعمليات ما يقارب 12 إلى 13,000 معاملة يوميا تنجز في عموم البلاد. وتعرف هذه مردودات اقتصادية، مردودات حتى خدمية، المرور تبذل جهد حقيقة بالمواقع، هذا كلامنا عن المواقع كبيرة جدا. أحسنتم. الحمد لله وشكرا. أحسنتم. وللأمانة أكو مسألة كانت عندنا إحنا عقدة، اللي دا يريد يبيع سيارة ويريد يحول ويحتاج أو يطلع إجازة يحتاج إلى أن يروح علما للعيادة وكتاب السري. أحسنت. للأمانة للأمانة شيء كبير وقفزة أن يكون في نفس المديرية فحص البصر، يعني هذا وهذا أبعدنا عن الفساد للأمانة. طبعاً هذا شوف دكتور، هاي سؤالك جدا مهم، يعني تحية العزيزي وأخوي معالي وزير الصحة دكتور هاني، الرجل إلى بصمة إلى بصمة إن المرور خاصة لوزارة الداخلية لمدة المرور، وأكل كل احترام، تم التعاون معه وإرسال وفد تفاوضي لجعل
هؤلاء المفارز الطبية بالموقع حتى نختصر الوقت، نختصر التلوث، نختصر الازدحام، نختصر حتى العبء على المواطن. انت تعرف مو سهلة من يروح للمركز الصحي ويجي بالبريد وتقول له يومين ثلاثة ايام، تصير مساومات، تصير ابتزاز. جبنا المواقع ولا واللطيفة وتعاون السيد معالي الوزير الدكتور هاني والكادر الطبي معه اكيد صباحي ومسائي ما شاء الله جيد. يعني ترجيتهم انه يكون صباحي مسائي حتى لا افقد كم هائل من المواطنين والود الصبح او الود العصر. هسه صباحي ومسائي في كل المواقع العراق ممتاز. كل المواقع نعم كل موقع مفرزة طبية موجودة وعاملين على كل المحافظات ان شاء الله. ممتاز ممتاز. احسنتم. شكرا طبعا الى معالي وزير الصحة بالتأكيد. هاي السمة الحميدة اللي يكون تعاشق ما بين الوزارات والدوائر الدولة أن نكون واحدة مكملة للأخرى. هنا راح نطلع بإنتاج هذا. شوف يعني فد مفصل بسيط في وزارة أو دائرة معينة من دوائر الدولة أنتجت لنا غلق ملف الفساد في هذه المفصل. أيضا هو تقليل للزمن، سلاسة بانتقال المعاملة حسب سياقها، وأن تنتج لنا بالتالي راحة للمواطن أن تنتج إلى سنوية أو إجازة بفترة قياسية. دكتور إذا سمحت لي خل أضيف لك عامل أني حتى مع الضريبة أن أجلبها مع النقل الخاص في مكتب عندنا كل مواقعنا ضريبة يمكن أجيب الضريبة. هذا عاملين عليه متقدمين إن شاء الله أشواط متقدمين على النقل. هاي الخطة الاستراتيجية مال المرور النقل وكذلك حتى المصرف الصك داخل الموقع بحيث المواطن اللي يدي يحول مركبة نافذة واحدة نافذة واحدة حتى مطلوب ضريبة يتحاسب ضريبيا، مطلوب بالنقل الخاص يتحاسب يمنه، يسوي الصك يمنه. ماكو داعي هذا الذهاب والإياب اللي يخلي المواطن مالنا عبء فوق حياته اللي شوية صعبة. يعني انت راح تحين على سؤال يقول احنا مرورنا هبين انهيبة قضية الطرق والجسور. هي وين هالطرق والجسور حتى يأخذ منه فلوس؟ هذا بالتريلة بالمبلغ بالستمية كذا، كل هاي الجباية الأموال دي تروح للمرور، والمرور صح سدى تقدمون هيك خدمات لكن سوونا شوارع بلطونا إشارة مرورية نلتزم بيها. شوف العفو دكتور سؤالك هذا جدا يعني طرحوه كثير. أنا أعرف إجابته بس كثير من الزملاء الإعلاميين طرحوه علينا. يعني أنت تعرف خلنا نتكلم بوضوح وبصراحة وبثقافة. كل دول العالم متقدمة تشوف الضرائب أينما تذهب ضرائب ورسوم. هذا ترى مو شيء معيب بالعكس. تمام. يعني لو تسألني يعني سؤالي الشخصي، أنت بدك تحول مركبة وأكو خدمة تقدم لك لازم أكو مقابلها. أنت شو تقدم للدولة لحكومتك؟ شو تقدم لبلدك؟ هذا يعني مسألة وطنية. بس في المقابل أكو خدمة. نعم أنا وياك. الخدمة المقابل للطرق والجسور أو كات الأمانة ربما تكون بطيئة أو خجولة في بعض الأمور. لا هذا ما مقبول مسموح به حقيقة. أنت تأخذ من مواطن أموال لماذا لم تقدم له خدمة؟ الجميع يفهم أنه علامات المرور، إشارات الضوئية، طرق والجسور، تخطيط وتعبيد ما لنا علاقة بالمرور. جهاز شرطة، جهاز شرطة المرور. احنا يطوني شارع مخطط بعلامات باصباغ بعلامات معينه، علامات ارشاديه والزاميه واجباريه وتحذيريه، بترافيك لايت، بانفاق، بجسور، بحوليات، بهاي واي. وانت تنزلني تقول لي لواء طارق انت وجماعتك يلا اشتغل. الباقي المسائل اللي ذكرتها تخص وزاره النقل، امانه بغداد، وزاره الماليه، اسكان، المالية هي من تقوم لهاي الإيرادات كلها. خزينة الدولة، خزينة الدولة لتعظيم موارد الدولة، وقت وزارة المالية تقسيم هذه الأموال مو من شأني. وبالتالي جناب اللواء يعني تضرر الشوارع هي إشكالية أيضا للمرور. نعم. المرور نعم بطء بالحركة بالضبط. وهذا الزخم بس هسه أشوف دكتور يعني أنت تلاحظ هاي الشهر هالشهرين جهود جبارة. أقسم لك بالله الليل مع النهار أمانة بغداد
الطرق والجسور تتعمل الليل مع النهار. أكو حملة؟ نعم حملة جدا كبيرة. اليوم سويتوها وخليتونا بازدحامات من البلدية، يعني من البلدية نزلت الجسر وسديت المرور. يعني يا دكتور دبرت حتى شوي نعم يكون كملنا. جيت هسك كنت واقف يمهم حقيقة، كنت واقف يمهم ودي يعملون بعض الليل. عندنا بذراع يعني بذراع دجلة فوق جسر مثلى كثير 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 مناطق مع محمد القاسم. اليوم إن شاء الله ب 12 بالليل بالوحده بالليل راح ينفتح، خلاص يفتح انه يفتح نفق دمشق كذلك بالليل جيد. يفتح مو انت اذا ما تخليني اشتغل شلون يعني؟ صح شلون اشتغل؟ كثير يعني ثوره اعمار واضحه. يلا احنا شو نريد يعني؟ اتمنى هذا الشيء سياده اللواء. طبعا مشاهدينا الكرام نفتح باب الاتصال للسيد اللواء اذا عندكم استفسار معلومه هذا الشيء اثناء الحوار ان شاء الله. ناخذ اتصالاتكم على الارقام اللي راح تكون اسفل الشاشه. العقد المروري سيادة اللواء شنو دي تحدثون نوع عن العقد المروري؟ يعني العقد المروري كان على شركات دكتور مادة 13 من قانون المرور النافذ، يعني يحتم انه اما ورقي او الكتروني. حقيقة كان العقد المروري كان صندوق شهداء الشرطة، لان احنا جهة ما نقدر نتعاقد، ما عندنا صلاحية بأي تعاقد ولا اي استثمار ما عدا الاشياء البسيطه كلجان المشتريات. عفوا سياده اللواء ناخذ فاصل ثم نكمل. شكرا جزيلا سياده اللواء. مشاهدينا الكرام مستمرين مع برنامج بخدمتكم والحلقه الخاصه عن مديريه المرور العامه وضيفنا الكريم السيد اللواء طارق الربيعي مدير مرور العامه. مشاهدينا الكرام فاصل ونتواصل. احمد تسمع؟ لا هسه احمد بدك تطلع اي هسه اوكي هسه ها يلا هسه اوكي هسه شلون صوت؟ يلا على الجهاز. احكي يلا ده يقطع هو هذا الاي بيس والله. يلا ما خليك يلا ماشي خير بس افتح لي السبيكر مال الاستوديو. انا جاهز. هذه هي عودة أخرى مشاهدينا الكرام مع برنامج خدمتكم والحلقة الخاصة عن مديرية المرور العامة وضيفنا اليوم السيد اللواء طارق إسماعيل الربيعي. وتحدثنا عن العقد المرور وأيضا نوه الإخوان راح يخلون الأرقام أسفل الشاشة بإمكان المواطنين الاتصال على هذه الأرقام للتحدث مباشرة مع سيادة اللواء طارق الربيعي. سيد طارق تحدثنا عن العقد المروري. العقد المروري دكتور حازم عيني كان على الشركات باتفاق مع صندوق شهداء الشرطة باعتبار الجهة المستثمرة كشركة وبيها تخويل، عندنا تخويل حسب قانونهم الخاص مادة 6 من قانون صندوق شهداء الشرطة. كان على شركات متعاقدة مديرية المرور
مع الصندوق مع هذه الشركات، بس حصلت مشاكل كثيرة يعني، ولغط تعرف كانت رأي عام انه هاي الاموال هنا اين تذهب وغيرها من الكلام الكثير. يعني ذاكرت مع السيد مع الوزير الداخلية حقيقة. بالقانون كان القانون شوية العقد المادة 13 العقد المروري او اما ورقي او الكتروني. هنا المشكلة الورقي ما حدد المشرع مع الجهة المختصة بالضبط، خلى الفقرة القانونية سائبة بدون تحديد، فهذا خطأ يحسب على القانونيين بعدم اتخاذهم الدقة في تحديد الجهة. نعم انتهى العقد مع الشركات، اصبح حاليا في مديرية المرور العامة. ممتاز. نعم مطبعة شهداء الشرطة تطبع. هم لقينا عدة صعوبات، الأموال كيف نجبيها من المواطنين؟ تعرف انت جباية المبلغ الا بقانون. صح. لا يجوز فرض غرامات او جباية الا بقانون. قانون ما عندنا. انه انا زين هاي المشاكل الطبع كيف استقطع من المبلغ؟ تمام. فهم عندنا مشكلة. هاي حصرين لكم. راح اتكلم اليوم يمكن راح اول قناة املت حقيقة من ضمن القانون لجعل هذا العقد الكترونيا وارفع هاي المشاكل. الدراسه كملت الحمد لله والشكر يوم امس قبل يوم امس واليوم كنا يوم سبت كنا في جلسه مغلقه في داخل مديريه المرور العامه، كنا نتناقشهم على فقره بالقانون حتى نجعله الكترونيا بحكم القانون. بس واخلص المواطن من 50,000 بس هنا أنا ما يتضرر جهة معينة هي مكاتب العقود. راح نجعل مبلغ زهيد للبايع والمشتري على سبيل المثال لثبتوها عليه 10 × 10 بايع 10 مشتري 10 و10 مال أجور الخدمة 5 من ضمنهم وفق القانون وفق القانون الطبع والهذا والعمل الاستماراتي. يعني المهم انزل من 50 الى 30 مبلغ 30 ربما اقل ربما يرى النور يعني ان شاء الله يرى النور بعد ما تكتمل كل الاجراءات لانه بحكم القانون ورقي او الكتروني تشلبت بالالكتروني. انا رجل قانون ما شاء الله. فالحمد لله والشكر راح اخلص هاي المأساة مال المواطنين من العقد المروري يوم ابتزوهم يوم صار ب 80 يوم صار ب 150 وتعرف وضعية خلي يصير الكتروني انطي المكتب اللي بتعاقد ويانا هذا تعرف هم على باب الله وورا عائله هم افيده بس افيده بشكل معقول وبالتالي تبسيط الحاله. هذا من ضمن انا بدي اقول هذا من ضمن تبسيط اجراءات. نعم تبسيط. احسنتم. محمد عباس اول متصل ويانا واحنا نعتذر لان بصراحه حديث السيد اللواء ارشادات مهمه عامه تفيد كل المواطنين يعني. لا بس ناخذ اتصال. محمد عباس تفضلوا. السلام عليكم. عمره وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا محمد. طبعا شكرا لكم على هذا البرنامج المميز القديم. عندي يعني عده اسئله بدي اوجهها للاستاذ طارق اذا امكن. تفضل استاذ طارق. يجاوبنا عليها اذا يقدر يدونها يمنا وانا ممكن. تفضل استاذ محمد. تفضل علي مساء الخير. نص صوت التلفزيون اذا امكن. نص صوت التلفزيون. استاذ هسان انا عندي دراجه طلعت بالدراجه الصبح او العصر او بالليل اللي دمت بالدراجه اخذوني غرامه دفعت 50 وهكذا بين يوم ويوم او يوميه انا من انطي غرامه غير اكو لها حل لو بس تبقى غرامه وتلزمني وتبقى غرامه وتلزمني وبدون حل وهكذا تعرف اكو عوائل عايشه يعني على هذه هي وسيله نقل يعني بس اريد يجاوبنا هذا أول سؤال. السؤال الثاني إذا كان أكو تقصير يعني بالقوات الأمنية أو بالشرطة يعني من خلال الحوادث الأخيرة اللي نشوفها بالدراجة يشمر يعني عبوة أو يشمر رمانة أو غيرها هاي مو المفروض إنه دور القوات الأمنية تلزمهم ليش يعمم على كل الدراجات ما تطلع كل الدراجات تلزم. السؤال الثالث مو المفروض يصير إجازة
عمره أكثر من 15 سنة يقدر يسوق دراجة. إذا طبعًا إذا يقول إنه الدراجات جاي يسوقونها أطفال وكذا وكذا وكذا. إلا ساق طفل أنت تقدر تاخذه، بس اللي عنده إجازة وفوق 20 سنة هذا ليش يتلزم وهو طالع على باب الله. والسؤال الأخير والأهم إنه التخاويل فقط أهل الدليفري، يعني فقط أهل الدليفري هم عندهم عوائل يشتغلون باقي الدراجات يعني يلزمون؟ واضح محمد. بس أنا بجي السؤال الأول فدوة يعني. إذا أنت أربع أسئلة خذت كل صار. السؤال الأول أنا أبقى لزم أدفع غرامة ثاني يوم. واضح قيدت. وأرجع ويلزمني وهيجي. صار محمد تدري. عباس من البصرة. عباس تفضل. عباس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شلون عمري؟ يا أهلا وسهلا. بس سؤال سيد اللواء. إيه تفضل. على مود السيارات الأرمينية استجمناها. إيه. هذا صار لنا 5 سنين وإحنا ما يدور. بس الجد. شنو المشكلة هسه؟ المشكلة ما بتدور من شخص لشخص، تدور باسمك السيارة. وبس جددون ثانوية. سيادة الوالد الجواب السريعة. يعني أخي العزيز يعني تحياتي لك المتصل من أهلنا بالبصرة. يعني ما أفتهم سؤالك شنو أربيل؟ أربيل هي بصرة لكم هسه حاليا؟ سيارات الفا حولناها سيارات الفا. أنت حولتها أخذت رقم بصرة؟ يا عندي رقم بصرة، أنت هذه الثانوية السيارة بعتها. شنو المشكلة بتحويلها؟ اصبحت مشروع ما تتصور من اسم الشخص ثاني يضرب اسمك السيارة معلم. هاي منو خبرك هذا الموضوع؟ هذا كلام هذا كلام غير دقيق ويحاسب من يجاوبك هذا الجواب الغير دقيق. شلون سيارتك كانت اربيل؟ اربيل حولناها بصرة. حولتها بصرة واذا تبيعها لاي شخص اخر منو بلغك انه ما تتحول؟ ما تتحول يظل اسمك سيارة. لا حبيبي لا، ماكوش تعليمات ولاكو هيك قانون. واذا عندك على الخط الساخن تتصل بي 440 455. سيارة وقت الشخص سويت براءة ذمه ردنا نداورها ما بتداور حبيبي. قلت تجديد سيادة الثانوية سيدي. حبيبي استاذي العزيز انا بخدمتك، تجيني يوم الاربعاء وبطن عيني، وهذا اللي دا يقول لك هذا الكلام حاسبه بشده. عيني الاخ عباس من البصره، هاي دعوه لك من جناب اللواء طارق الربيعي ان تزوره يوم الاربعاء القادم، تحضر مديريه المرور العامه خلف ملعب الشعب، تحضر وتقول احنا متصلين في برنامج بخدمتكم على قناه الايام، راح يستقبلك سياده اللواء ويحل مشكلتك ويتم اتخاذ اجراء قانوني بحق يعني هي قرارات يعني وزاريه وقرارات مديريه، هي ما يصير تلاعب كيف ما شاء الموظف، مع احترامي لكل موظف في مدير المرور العام، هاي مو بس مديريه المرور العام، لكل دوائر الدوله اللي تجي هي قرارات وهناك من يتلاعب حسب هوائه مزاجيه. نعم زهير من كربلاء. نعم تفضل عزيزي زهير. بالنسبه للعقود استاذ، عقود المروريه بلي حدث بها سيدي. تلقاها ب 90 و85 و100 اسعار. تفضل شوي سياده الوالد يعني مباشره. لا تسمح لي دكتور. استاذ زهير مساء الخير عليك. نعم مساء الخير على خدمتكم ان شاء الله. الله والديك. الله يسلمك عيني. وانت سمعت ممكن يعني المديريه ترى لا تتصور نائمه على اذنيها، بالعكس احنا ان شاء الله نتقدم شوط جديد راح يصير الكتروني ان شاء الله، وهذا الالكتروني حتى نرفع شغله العقود وهذا الابتزاز اللي دا يصير من اصحاب النفوس الضعيفه، وراح تكون عمليه مبسطه جدا الايام القادمه ان شاء الله. ازف لكم البشره وانا بدي انت صار يصير على انت انت يصير حجوز يعني على الانترنت. هو على الانترنت على المكتب راح تسحب استماره. شلون اللي تسحبها بالاستماره؟ زين التسديد شلون سياده؟ التسديد راح يكون انا انطي رصيد دكتور. راح انطي رصيد لابو المكتب. ابو المكتب ما عليه يعني يحسب بالتناقص. استلم منه المبالغ يمنه المواطن ما له علاقه بهذه الامور. من يذهب المواطن لابو المكتب
راح يحدد له السعر. ها هي تبقى ايضا يم المكتب العقد المروري. نعم يعني مو بالبيت هذا نسوي بالانترنت، مو بالبيت هذا تصير فوضى، ما نقدر نسيطر عليها، ما نقدر نسيطر عليها، يصير بيها تزوير، يصير بيها مداخلات، يصير بيها اخفال في بعض البيانات. فنظام نظام استماره راح تكون وفق سياق معتمد مو مثبت لدينا، لان قانون المرور اذا يتجاوز 30 يوم راح تكون غرامه 100,000 حتى اسيطر على الحاله واجعل المواطن انسيابيه بهذا الشغله البسيطه. ممكن دقيقتين المكتب يسحبون استماره ويثبتون الاسماء وصور مع صور. وان شاء الله اخي العزيز استاذ زهير ابشركم الايام القادمه حتى نخلص هاي من اضعاف اصحاب النفوس الضعيفه اللي تبتز المواطن ومن 50 يسوي 80 و90 وصل 150. هاي عيب، هاي مشكله يا دكتور. صح. فان شاء الله ابشركم الايام القادمه سترى النور في هذا الموضوع، وراح يصير الكتروني ونخلصكم من هاي الامور. انا ان شاء الله يمكن اجي اصوركم وانتم باللقاء المباشر مع المواطن يوم الاربعاء. حصريا ترى يمكن صارت، هو انا اريد اخذها بحصري منك يوم الاربعاء. انا بس اريد اجاوب الاخ هو راح يعطيك الاسئله بالنسبه للدراجات الناريه. استاذ دكتوري العزيز، يعني انت تعرف دراجات نوبات اكو قوانين، اكو تعليمات تصدر من قياده العمليات. صح. بعض الاحيان اوامر تصدرنا من القائد العام، السيد القائد العام القوات المسلحه المحترم. احنا يعني مثل هذا حضره التجوال من 1800 الساعه 6 العصر للساعه 6 الصباح، تعرف كم هائل دكتور من الدراجات. خلينا نسال، انا لو كنت اسال اخوي محمد عباس او ابني محمد عباس، لو كنت تحمل رقم، لو تحمل قفازات، ترتدي القفازات والخوذه والاجازه اللي بموجب القانون من 16 عام نعطيك الإجازة، هل تتعرض للغرامة؟ هل تتعرض للغرامة يا ابني محمد عباس لما تكون وفق سياق السير في قواعد السير والمرور وما تمشي عكس السير؟ أنا بس أسألك السؤال. أما ما عداها فلا يسمح لأي رجل مرور ولا لأي رجل في القوات الأمنية أن يفرض غرامة عليك بدون وجه حق. بس مو يقول لك المبلغ وايد سياده اللواء اللي مال جمرك، يعني تقريبا ما يعادل الدراجه اصلا دي 400 وكذا. دكتور لا نزلته. اها. قرار مجلس الوزراء الموقر بطلب منهم واستجابه لهم. ممتاز. الاب اولادي سواق الدراجات من كانت 486 400 ما قرب 500,000. اها. مبالغ كبيره جدا. صحيح. انا من وجدت لاحظت القانون التعليمات اللي جبايت الرسوم دكتور لاحظتها بشيء يعني حتى مو منطقي. صح. نزلتها بموافقه مجلس الوزراء الموقر وبرعايه من قبل السيد وزير الداخليه واهتمام الشخصي، نزلناها الى 150,000 دينار. ممتاز. ليس الدراجات 150,000؟ من 50 الى 150. من 50 قرار 151 لمجلس الوزراء الموقر، يعني اكبر دراجه تسجل ب 151,000. ممتاز. 150,000 واقل دراجه لعجلتين من 50,000 الى 100,000. ويمنح الاجازه. ويمنح الاجازه، طالب الاجازه من عمره 16 سنه، انت تعرف انت هذا يسموه الصبي المميز بالقانون. ما يجوز يعني نعطيها الطفل عمره 13 سنه. لانه بالقانون نصدم بالقانون ما يسمى بالحدث، والحدث غير مسؤول عن التصرفات القانونيه. تمام. التكاتك شلون؟ التوك توك كذلك، التوك توك يعني طبعا خففنا شويه الضغط عليهم، بس ننتظر منهم سرعه تسجيل الدراجه. سرعه تسجيل الدراجه. يا ابني سارع لتسجيل الدراجه، كان العذر انه الرسوم الجمركيه خفضتها من 30، راحت الاستاذ شاكر مدير عام الجمرك مشكور جيد. الله يوفقه، ووزاره الماليه عموما متمثله بالسيد مع الوزير الماليه والست طيف ثاني الوكيل متعاونين، ونزلنا المبالغ من 30,000 30% الى 25%. نزلنا الرسوم السياديه بالتسجيل، هاي اللي ذكرتها عنفا. صح. يعني خلي يكون تعاون ما بين المواطن وما بين اجهزه الدوله الحكوميه. شيء ايجابي. بالنسبه للاجازات الدوليه جناب اللواء،
دكتور حازم هاي اجازات دوليه كانت بالسابق منذ ان تاسست مديريه المرور العامه واصبحت مديريه المرور العامه بعدما كانت تسمى بشرطه النقليات تابعه للشرطه من 74 ولحد 19/2021 لم يشهد العراق او وزاره الداخليه ومديريه المرور العامه تحديدا انه تصدر اجازه. كانت الجمعيه العراقيه للسيارات. هاي الجمعيه العراقيه للسيارات تمنح الاجازه كان بالمنصور من الجبريمر حل هذه الجمعيات. اصبحت الامر سائب بدون مع الاسف وش فقد مو سائب ب 2003 لحد ما اجيت من سالت على الاجازه الدوليه شنو التحرك عليها؟ قالوا هاي الاجازه اللي نحملها هاي محليه وفق القانون المحلي. اما نذهب الى قانون فيينا واحنا عضو دائم بالامم المتحده لازم تراعي القوانين الدوليه ولا اصبحت في مشكله. يبون الاجازه الدوليه يا جماعه قالوا هاي الاجازه الدوليه المدراء يعني الحمد لله كل من رجل وادى واجبه. عملت ماده 47 بقانون المرور صلاحيات المعالي وزير الداخليه ويثبتها بضوابط مدير المرور العام صلاحيتها بالقانون. وهاي اموال دكتور اموال طائله اموال طائله اموال طائله واني جعلتها من 200 دولار كانت تؤخذ من المواطن اصبحت ب 62 مبلغ زهيد 62000 دينار وممكن الحصول عليها بثلاث دقائق. ممتاز. في داخل مديريه المرور العامه تسمى شعبة الإجازات الدولية. هسه أنا عندي إجازة عمومي. نعم. العفو خصوصي. خصوصي. أرد أحولها دولي يعني. تأخذ صورتين. أي. جواز السفر مالك حتى لا يتعارض. صح. جواز السفر حتى بالاسم حتى لا يكون من وبيها باركود بالمناسبة. بيها باركود. حلو. ثلاث دقائق ممكن تحطها بجيبك. إيش قد المدة الزمنية؟ سنة. عشرة. سنة. سنة وتجديد. سنة بعد لأنه حتى متعارض ويا الإقامة الجنسية في البلد اللي تذهب إليه. ما يجوز انت ما شاء الله اي الحمد لله والشكر ونجحنا بهذا والله اقول لهم ما شو الوقت خلاص بس سؤال اخير جناب اللواء الارقام الجديده اللي هي طبعا انا مع عندي وجهه نظر انا شخصيه بصراحه يعني في قلبي محترمه ان شاء الله الله يسلمك. الارقام احنا اللغه الام هي اللغه العربيه ليش تحولت الى انجليزيه هسه هو صح تقول هذا النظام العالمي كله اصبح شيخ تزعل دستورك شو يقول باللغة العربية والكردية من ذهبت الإقليم من ذهبت الإقليم الإخوان بالإقليم محترمين يعني تعرف أنت ما يجوز تختزل وفق القانون وتخالف الدستور صحيح 100% اتفقنا يعني ما يجوز يعني عربي وكردي وإنجليزي هصير لوحة لوحة من إعلانات صح هاي وحدة اثنين دبي إنجليزي صح الأردن إنجليزي صح قطر إنجليزي صح تونس إنجليزي كثير من الدول العربية إنجليزي إيش معنى بس العراق من محط إنجليزي يعني أكو مشكلة أكو يعني أكو مشكلة بين المواطن راح تقول لي أريد نتقدم أريد نواكب وثانيا تطلع هاي المركبة حتى منسجمة مع قانون الدولي هي رقم إنجليزي وبالإجازة الدولية صح يمتى تنجز اللوحات أو اللوحات إن شاء الله إحنا يعني أيام نتعاقد انتهى العقد البصمة الأخير العقد البليته يعني من العراق لو لا انتاج محلي هنا انتاج محلي انتاج مو محلي يعني المعدن المحلي لا انتاج هنا بغداد واضح واضح بالمركز ببغداد ومن شركه اوج الالمانيه المعدن هنا حتى ننهي مساله اللوحات موجوده او مو موجوده صح تلكعت ما تلكعت هاي عيب شو قد المبلغ اللي انا هسه مثلا شو يسمون هذا اللوحة الجديدة يسمونها أهم حصرية راح أجاوبك أي عريتها هاي كنا بالسابق نأخذ 30,000 30,000 سيادية مبلغ يستقطع مبلغ اللوحات اللي كان 4.70 دولار من تنقل للعملة العراقية تقريبا ما يقارب 6,700 7,000 دينار كنا نأخذ 30,000 تعظيم موارد الدولة الآن 20,000 مال الاستثمار أنا بعد ما أخذ من الموازنة فهي 30,000 هنا دا عالجها حتى أرفعها بس أخلي مال التثبيت 5,000 دينار و5,000 مال تعظيم موارد الدولة 10 يعني راح يكون 10 و20 30 هاي إن شاء الله قادم
لانه ما يجوز اخذ 30 واخذ 20. هاي حاله يمكن انا قلتها 50,000 قلت 20 استثمار لوحات وال 30 اللي هي اصلا بالقرار مجلس الوزراء الموقر راح ارفع لانه بعد ما راح اخذ من موازنه الدوله ذهبت للاستثمار فبالتالي هذا راح يكون منع. احسنت سياده اللواء. طبعا اسئله بصراحه كثيره جدا ووقت ما اسعفنا اليوم، لكن ان شاء الله راح نجيكم المكانكم نزوركم نسوي حلقات للموضوع خاصه. الله يحفظكم جناب اللواء، خاصة اكو هناك امور مستجدة كثيرة. وان شاء الله احنا راح نكون خطة دكتور بالمرور العامة استراتيجية بعيدة جدا جدا مريحة للمواطن. احسنت. وكل ما اصبوا الى ثق بالله اساعد المواطن واقلل من روتين هذا القاتل. هذا شيء تفاؤل واكيد يفرحنا احنا الاعلاميين، كون بعد ما نسوي حلقات هواي مشاكل الناس وكذا يكون كل شيء مفرح وتنجز معاملة المواطن. الحمد لله حسب المواقع خير من الله، مشاكل كانت كثيرة ببطء النظام، حتى النظام دا اشتغل عليه السيستم وعالجت والحمد لله والشكر. يمكن صار اسبوعين لو تسأل المواطنين يقول لك النظام لا جيد. هم راح نسوي تغطية عليه ان شاء الله. سعادة اللواء السيد اللواء طارق اسماعيل الربيعي مدير المرور العامة، شكرا من القلب لحضورك، المعلومات المفيدة والحصريات ايضا في قناتنا. هاي حصريات لكم بس. شكرا سيادة اللواء. اذا مشاهدينا الكرام الاسبوع القادم راح تكون حلقة ايضا على مديرية المرور العام، راح تكون مجموعة حلقات، تكون حلقتين ممكن تبقى حلقات. راح نزور سيادة اللواء في مقر عمله اثناء مقابلته للمواطنين وبشكل مباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم، وان شاء الله نزور ايضا موقع من المواقع معين يكون ونكون بخدمتكم خلال هذه الأسابيع في مديرية المرور العامة. في الختام شكرا جزيلا من السيد اللواء إلى آخر منتسب في مديرية المرور العامة. ونعرف أكو بعض الإشكاليات بعض الموظف أن يسيء إلى، لكن هي ما تعني الكل دائرة، وهي ما تطبق عفوا على فقط على مديرية المرور العامة، بكل دوائر الدولة العراقية. في ختام الحلقة شكرا جزيلا لكم واعتذر لعدم استقبال اتصالات كثيره كون حلقتنا كانت فيها معلومات كبيره، وايضا اشكر كادر البرنامج وتقبل تحياتي انا مقدم البرنامج حازم الحربي. التقيكم في الاسبوع القادم يوم السبت الساعه 9 مساء في امان الله وحفظه.